منهم رقم يتغير في نهاية الشوط الأول. يعقوب يلعب الكرة العرضية رأسية تتغير النتيجة، محمد عبد الغني يعوض الفرصة اللي أضاعها ويسجل هدف حلو قوي قوي قوي. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الغني، ممكن ما تبانش، لكن بص مخرج اللقاء لما عمل زوم على اللقطة اللي فاتت في الإعادة بانت إن هي فيها دفعة من الشيبي. مروان يعليها حلوة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مصطفى فتحي يتعادل لصالح نادي بيراميدز. لا ده الدش كان سخن، الدش في الأولى يحاول يعدي محمد إبراهيم، عايز يلعب العرضية، الأرضية خطيرة لكن محدش قطع من القائم الأول، عشان كده محمد إبراهيم متنرفز. لو لاعب قطع على القائم الأول هتبقى محتاجة لمسة تترد بهجمة مرتدة. ده فاست بريك، ده فاست بريك، صديقو جولة، صديقو جولة، صديقو جولة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لا 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 يا ولد يا ولد، على الهجمة المرتدة، يا ولد على اسيست، ويا ولد على الفينش. صديقو جولة يسجل هدف لصالح نادي بيراميدز، قلب الماتش، بيراميدز قلب الماتش، هجمة مرتدة من ثلاث لمسات، تدخل صعب. تبديلين كمان، جريندو شايف يستعد للنزول، حلوة من مروان، مروان عايز يعدي، ستارت بتاعه حلو، مروان يرجعها مرة تانية لأحمد عاطف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، على تغيير اللعب، رمضان صبحي خطيرة خطيرة، ممكن مصطفى فتحي يلعب الكرة العالية في العرضة يحطها مرة تانية. يا ولد يا ولد يا ولد، صديق أجولة، قلتلكوا في المباريات اللي بيسجل هدف بيسجل هدف تاني، أجولة هو اللي ليه نصيب مش مصطفى فتحي. هتتلعب من علي فوزي، علي لشكشك، جميلة، الله، هدف التقدم، ولكن تم الغائه بداع التسلل من قبل أسامة عبد الله. تحرك وسط الملعب بعد ما كان في جهة اليمين موجود، تسديدة عرضية، عمرو ناصر، محاولة عمرو لكرة عرضية وركلة جزاء تحتسب. من سجل لإنبي قد يتسبب في هدف تعادل لفاركو بعد ما لمست الكرة ايده من مجهود رائع من عمرو ناصر، وبكرة لعبت في محاولة احياء الهجمة من جديد لمست اليد اليمنى لأحمد كالوشا والقرار سليم. عمرو ناصر اللي بدأ مع المقاولون وانتقل لإنبي ثم إلى أسوان. عمرو ناصر ورضا، هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 35، عمرو ناصر يضع هدف التعادل. إلى جيفرسون إنكادا، إلى وليد، تلاك للكرة الآن من جانب فريق فاركو اللي بيرتب وبيحضر لهجمة ربما تنتهي بهدف يا عمرو يا ناصر. الله، عملها عمرو ناصر، لعب جميلة لو عدت إلى صلاح زايد، لكن ممتاز وليد علي فرج، لمس الكرة بالرأس، عطل الهجمة مؤقتا لحين عودة بقية زملائه. ابعاد من احمد جمال الى يده، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء. ادي عرضية صلاح زايد، وادي الكرة اللي بنشوفها في الاعادة، ابعدها جيفرسون انكادا ثم ابعدها جيفرسون. ادي الكرة، وادي اللاعب احمد جمال، عتباني يحتسب ركلة جزاء ويوقع الهدف التعادل، ولا ينجح محمد سعيد شيكا في ابقاء فاركو. متقدم قوية في شباك فريق فاركو من قذيفة مدوية من علي فوزي على يمين الحارس. فاركو يعني مطلوب الهدوء من لاعبي الفريقين لان في عدد كبير من لاعبي. هدوء، هنهاد يجتهد ويضع كرة جميلة في المقص الأيسر للحارس رضا السيد بكرة مسددة رافعا شعار، واحد استعد واثنين مد الرجل وثلاثة طيران، أربعة راح مسدد جهات في أبعد مكان. ركلة جزاء وقع عليها علي فوزي، كرة تتلعب عالية لعمرو ناصر، مشاكس عمرو، راحت أحمد شريف من على قوس منطقة الجزاء، ترتد الى صلاح زايد، تتهيأ الى عمرو ناصر، متابعة احمد شريف، يوقع على هدف رابع، يوقع على هدف رابع، يا له من متابع. كرة مشتركة خطأ لمودي ناصر، لاعب انبي، كرة منقولة لصلاح زايد في الجهة اليسرى، صلاح
تحرك لوحة حوت، تأخر في التمرير، رجعت إلى كالوشا، بتتلعب عالية، شكشك يتابع كرة عبدول، يدخل دفاع فرق المنظم، كرة تستخلص قدم صلاح زايد داخل حدود منطقة الجزاء. ربما يكون هناك شك في احتساب ركلة جزاء وحصول إنبي على ركلة جزاء تانية يقلص بها الفارق إذا سجلت إلى هدف. هنشوف 6 أهداف حصيلة من الأهداف لم تحدث من قبل في 6 مواجهات من قبل، 8 أهداف، 4 أهداف لكل فرق، 4 لفاركو مقابل 2 لإنبي. حمد العتباني القرار، قرار العتباني، ركلة جزاء بالفعل من تدخل أحمد جمال مع صلاح زايد. أدي أمامنا علي فوزي يتقدم في مواجهة شيكا في نفس المكان، صورة بالكربون من كرة الهدف الثاني ومن ركلة جزاء يفلح هاني عبد الفتاح. رامي ربيعة في المساحة للمنطلق طاهر، كنترول وركلة جزاء، ركلة جزاء المرة دي محمد معروف لم ينتظر قرار حكام الفار، لكن كلمني على ربيعة والضغط والكنترول من طاهر فيها كل الكلام، خلص الكلام طاهر وخد التمريرة اللي بالمسطرة يا حبيبي بالمسطرة من رامي ربيعة وكنترول عالمي وكرت لمروان داوود. مهدي سليمان، تركيز من عمرو السلية، عمرو السلية على بعد 11 متر في مواجهة المهدي سليمان داخل السلية، والجول جول 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 جول، البداية البداية من أبو ليلى عمرو السلية في لقائه رقم 329 يسجل الهدف رقم 33 وهدف البداية. دوري رابطة الأندية الإنجليزية، أدي عمر الوحش في أول لقطة عمل فيها توغل للأمام، أدي مروان الكرة العرضية معدية خطيرة جدا، وجول جول 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 جول، هدف قاتل، هدف قاتل من اللاعب فان ديريك، أديله موسمين لم يسجل أي أهداف، لكن في الدقيقة 87 يفاجئ الجميع ويأتي من الفضاء بكورة معدية ولمسة ذكية واحدة والتانية تسديدة لا تصد ولا ترد، علشان الدقيقة 87 تعلن عن فرحة الإسكندرانية، سيد الأمواج موجته طويلة وعالية والشط باسمه يا ولاد، اسكندرية مرية وناديها الاتحاد، فان ديريك